أنا حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان لحضور الحفل 35 لتكريم العمال المجدين والمتفوقين والمنشآت المتميزة بالقطاع الأهلي الذي يأتي تنظيمه تزامنا مع أعيادنا الوطنية. اعتزازا بالأيدي العاملة الوطنية التي لطالما كانت رمزا للإخلاص والمثابرة في العمل والإنجاز، أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان خلال الحفل 35 لتكريم العمال المجدين والمتفوقين والمنشآت المتميزة بالقطاع الأهلي أن جلالة الملك المفدى حفظه الله يقدر جميع من يعمل ويتميز في البذل والعطاء لأجل رفعة مملكتنا الغالية، مضيفا أن هذا الحفل يشكل حافزا كبيرا للقوى العاملة الوطنية على بذل المزيد من الجهد والتميز في ميادين العمل. الرسالة الواضحة هو حرص جلالة الملك الله يحفظه بأن ما تمضي الأعياد الوطنية ومناسبات الأعياد الوطنية إلا بتكريم العمال المجدين والمتميزين في مواقع العمل، إن كانوا من عمال أو إداريين أو شركات تميزت في مجال البحرنة أو في مجال السلامة المهنية أو مجال التدريب. الحقيقة البحرين تفتخر تعتز بوجود أبناء سطروا قصص نجاح في مواقع العمل أيا كانت رتبهم الوظيفية. اليوم هذه لفتة كريمة من جلالة الملك لأن يرد لهم الحب بالحب ويشكرهم على هذا العطاء اللي رسم صورة البحرين. هذه الكوادر الوطنية لها دور حيوي في التنمية الاقتصادية الشاملة، فقد عملت من أجل رفعة اسم الوطن عاليا وحققت أداء متقدما في مواقع عملهم أينما كانوا، حيث يتميز العامل البحريني بالجدية والمثابرة في مختلف مواقعهم خاصة إذا توفرت له البيئة المحفزة. نحن كرواد تم تكريمنا اليوم من المتميزين نحس بأن هناك أيضا علينا راح يعطي عبء أكثر بأن نقدم الأكثر من أجل تنمية واقتصاد هذا البلد، ولا شك بأن وجود هذه الكوكبة من المتميزين في كافة المجالات في كافة القطاعات هذه يؤكد مدى حرص جلالته على تكريم كافة مستويات المستويات الموجودة في التي تقدم خدمة لاقتصاد هذا الوطن. هذا التكريم بعد هذه السنوات الطويلة اللي قضيتها في بنقس تدل على أن أنا الإدارة راضية عن أدائي عملي في هالفترة ذي كلها، وأنا أتوج هذه السنوات بهذا التكريم ومن تحت سيدي جلالة الملك يعطيني فخر يعطيني دافع بأن ما زلت أنا أعطي أكثر لوطني البحرين. اشتغلنا بالزراعة واشتغلت من تقريبا 65 سنة، إن شاء الله نحاول نعطي الأشياء الكثيرة لأكثر من اللي عملناه من السابق، إن شاء الله تكون أفضل من هذا. بالنسبة لي شيء كبير تكريم جلالة الملك لنا، هذا ما اعتبره بصراحة يعني تكريم صغير، وإن شاء الله إن شاء الله أكون قد التكريم، وإن شاء الله الله يوفقني وأكون يعني أنجز أكثر وأكثر سواء في شغلي أو حق البحرين. وسيساهم هذا التكريم في تعزيز العمل في المنشآت الأهلية بعد إكسابهم المهارات والمعارف اللازمة، حيث تم تقديم عدد من الشهادات التقديرية والدروع التذكارية على الشركات والمؤسسات المتميزة والعمال المجدين في هذه الدورة ممن شملهم التكريم ويمثلون مختلف القطاعات الإنتاجية بمملكة البحرين. هذا الحفل يؤكد على اهتمام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله بتقدير أبناء الوطن وتثمينه لعطائهم المستمر في نهضة مملكة البحرين، كما يؤكد على دور الأيدي العاملة البحرينية في دفع عجلة التنمية للأمام. طلع نايف في المركز الأخبار تلفزيون البحرين.